بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض جزء سي بلس بلس. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده. احنا قلنا قبل كده ان في ملفات موجوده هنا على الجنب، بس ما كناش عارفين بنستخدمها في ايه، ما استخدمناش غير سورس بس. النهارده هنستخدم حاجه جديده منهم هي الهيدر. يعني ايه هيدر فايل؟ الهيدر فايل نفس فكره بالظبط الاي او ستريم دوت. ده هيدر فايل موجود جوه مكتبات السي بلس بلس علشان خاطر استدعيه في اي وقت. احنا عايزين نعمل هيدر فايل خاص بينا. هنعمل الهيدر فايل ده ازاي؟ هنروح على هيدر فايلز دي ونعمل كليك يمين كده اد نيو ايتم. نوع الايتم اللي احنا عايزينه هيدر فايل. الهيدر فايل الامتداد بتاعه بيبقى دوت اتش، وادي له الاسم اللي احنا عايزينه. انا هسميه فانكشنز مثلا، وهقول له اد. كده بقى عندي فايل اهو اسمه فانكشنز دوت اتش. هروح على ال واحد ده وهاخد الفانكشن اللي موجوده فيه اللي هي سواب ديت، وهعمل لها كنترول اكس كده خالص، وهروح في فانكشنز واعمل لها بيست. سواب دي مستخدمه ايه؟ مستخدمه الانكلود اي او ستريم صح؟ هعمل انكلود اي او ستريم دي. وطبعا مستخدمه اليوزنج نيم سبيس علشان خاطر يسمح لها تستخدم الكلمات اللي جواها. تمام كده، انا عملت الهيدر فايل دوت بالاسم ده وعملنا فيه الفانكشن اللي اسمها سويب. طب انا عايز اكلمه بقى جوه ال واحد اللي هو البروجكت بتاعي. هاجي هنا، شايفين انكلود اي او ستريم اللي فوق خالص دي؟ هعمل تحتيها هاش انكلود وبين دبل كوت هكتب اسم الايه الهيدر فايل بتاعي هاش انكلود اهو فانكشن دوت اتش، وهعمل دبل كود تاني. تمام، دلوقتي الفايل دوت في اي حاجه ليها سواب؟ انا سواب مستخدماها اهو، بس سواب دي موجوده عندي في نفس الملف؟ مش موجوده عندي في نفس الملف. بس هاجي اشغل دلوقتي، ادي 6 3، عمل لي عمليه السواب، نفذ لي عمليه السواب. ليه؟ لان انا مستدعي الهيدر بتاعها، مستدعي المكان اللي هي فيه، قايل له استخدم لي كل الفانكشنز اللي موجوده جواه. طبعا جوه فانكشنز اتش دوت انا من حق اعمل اي فانكشنز انا عايزها. ممكن اعمل 50 ملف دوت اتش، كل فانكشن احطها في ملف دوت اتش عشان انظم الكود بتاعي، علشان ما توهش وانا براجع على الكود بتاعي. تمام، يبقى ملفات الهيدر فايلز هي عباره عن ملفات زيها زي ملفات البرمجه العاديه، بس ملفات بتتضمن جوه البرنامج، بدخلها جوه البرنامج، بستدعيها في مكان جوه البرنامج. تمام، علشان انده الملفات دي بندها بهاش انكلود وبكتب اسم الملف بين دبل كوت، لازم احط الدوت اتش اللي هو الاكستنشن بتاعه في الفايل نفسه اللي هو الدوت اتش. بشوف المكتبات اللي انا مستخدمها ولازم استدعيها. يعني انا هنا مستخدمه السي اوت والاند لاين، كان لازم استدعي الاي او ستريم. طب لو ما كنتش مستخدماهم ما كانش لازم استدعي الاي او ستريم. مستخدمه حاجه تانية من مكتبه تانية، لازم استدعي المكتبه التانية. تمام، اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.